السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أولا أذكر الأخت فاطمة من الدار البيضاء التي عندها مشكل أنها أم عازبة وعندها جوج الوليدات وتحتاج إلى المساعدة. فاطمة، المشكل هو أن رقمك فيه نقص، لما تجنه نقص واحد الرقم 0709 إلى آخر نقص رقم. فلالة فاطمة إذا كنت في الاستماع توصلي معنا الآن وأعطينا الرقم الصحيح، لأن عندي لك مفاجأة سارة بإذن الله تعالى. فإن تعذر عليك غدا صباحا سأكون إن شاء الله في مقر الإذاعة في برنامج الدين والحياة، لكن ممكن نلتقي إن شاء الله أمام مقر الإذاعة على الساعة 12:00. وكما التقيت معك من قبل هناك مفاجأة سارة، وإن شاء الله ربي يحفظك ويحفظك ولداتك بإذن الله الواحد الأحد. شكرا لك فاطمة من دار البيضاء، الأم العازبة لطفلين واللي هي تعاني من ظروف صعبة للغاية وملقت الرحيم والحنين. كما غير نقول لك الحمد لله كين الرحماء وكين أهل الحنان، وفي انتظارك إن شاء الله إما اليوم توصل معنا بالهاتف سأمدك بأرقام، سوف تفتح لك إن شاء الله باب الأمل والرزق، وإلا نلتقي غدا في الإذاعة بإذن الله. شكرا لك يا فاطمة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.